السلام عليكم ورحمة الله. سلسلة جديدة، ممكن العنوان غريب عليكم والثمبنيل غريب لكنه صحيح. أنا لازم أصرحكم يا جماعة، قسما بالله إني داخليا متوتر لأن الموضوع صعب. أنا بكون معكم صادق، ما راح أخفي، ما راح أطلع لكم وجه يوتيوبر، لا أنتم راح تشوفون يوتيوبر، احنا تعرفون ليه؟ لأن لأول مرة يا جماعة الخير يا رب العباد لازم أحمد قوي قلبك. هذا طب مسلوخ مذبوح جاهز، وهذه العكرة اللي هو ذيل الطب. طيب اصبر يا جماعه، افهمك ايش صار. جلست افكر وافكر واحاول اعصر مخي واطلع لكم بسلسله جديده انتم تحبونها وما تعتمد فقط على الطب. خلني ادري اللي بطبخ انتم راح تسوونه. فمن الان وصاعدا هذه سلسله جديده، انا بوطي صوتي، سلسله الطبخات الغريبه. اهم شروطها انها تكون حلال وما تكون ممنوعه. الطب هذا شرينه ما صدناه، وفوق هذا ترى حلال وفي احاديث عن الرسول تذكر انه حلال، وفي ناس تاكله. انا بالنسبه لي ما اكله، ولكن خطه اليوم راح نمقلب العيال. انا قايل لهم جايب لحم نعام، ما حد يدري ممكن يطرحونه من هذا، ولكن يبقى طبخ ما قد طبخته. في ناس بتساعدني خلف الكواليس ما يكون بطولي. قبل ان ابدا طبختي يا جماعه الخير، بلخص لكم بشكل سريع الطبخه وبدخل لكم بالعميق بعد شوي، بس طلب بسيط. عزيزي المشاهد، اذا انت اول مره طلعني معك شلون اكس بونج، والله يوتيوبر يحاول وهدفه انه يمتعك. ظهرت لكم نسبه الاشتراك والغير مشترك، في كثار طالعني يوميا ضغط على زر الاشتراك تحت، ما بقى لنا شيء على 6,500,000، رقم كبير وبمساعدتكم بعد ربي باذن الله نوصله. تاكد الله يرضى عليك انك اشتركت، واذا تبون السلسله هذه لايك، واكتب لي الحيوان الجاي اذا وصلت 200,000 وعد مني لا احاول اطبخ لكم زراف. زرافه اي زرافه، ما لكم بالطويل سمي بالله. نقطع البصل، يا ولد توي اركز في كنا نمر. الله يستر، انا شايف مقطع يا جماعه كيف تطبخه، فانا بسوي نفس المقطع وفي ناس تاكل وتتلذذ فيه، انا بعمل بالاسباب والباقي على رب العباد. المويه الحاره. طيب يا اخوان اسمعوا، هذا كله ما يحتاج تشوفونه. الان ابى اخليه لمده 30 دقيقه يستوي، ثم بحط البهارات والرز وبجهزه بصحن بجيبه عند العيال وبخليهم يدقون. واضح؟ ليتس جو. طيب يا جماعه، بعد نص ساعه من الانتظار نسمي بالله الان نفتح. ما ادري اشم الريحه صدق، عبد الله شم. يا ويلي يا عيال، البهار 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 البهار، ترى نطلع تستنحنا ولا؟ لا ها؟ إلى الآن الشكل ها ما يطمن إلى الآن، بحط البهارات وبكبس عليها زيادة، خلينا نشوف. يا أخي المصيبة إن في ناس تحبه، يا أخي وش مقصر الدجاج واللحم؟ في ناس بالفلة يحبونه وياكلونه، سألته ما نسيت النبض، فأنا ماني خايف عليه، أنا خايف على الناس اللي ما بيأكل اللي ما يحبونه. طيب انا حطينا البهارات، خايف من اللحمه، بنخليه مره ثانيه 20 دقيقه ثانيه ونرجع. طيب المرقه جاهزه، الان بنحط الرز. باخذ مرق كذا وبمر على العيال بخليهم يذوبون، بقول لهم مرقه بط ولا نعام حاجه حلوه، وبحط الرز 10 دقائق وبرجع لها، بس على بال ما نحط الرز بنروح نمر عليهم ونذوقهم المرق وما بنقول لهم شيء. اول شيء المرق بمر على ركام ريال، قسما بالله ما يدرون هذا. والله يا عيال بقى 10 دقائق ويجهز. طيب تست يا عيال، لا تخلصها بس دوق. هذا وش مرقة؟ مرقة نعام. كيف؟ ذقها شوية ها تكثر، اعطني رايك عشان نضبط. ريحة طيبة. اي ذوق. بس نعامة طبخ نعامة. كيف؟ والله انها طيبة. صح؟ والله انها لذيذة. لا تخلص شوية بس. اتوقع ان نعامة بتطول الرقاب شوي. لا 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 والله حلوة صح؟ والله انها حلوة. قسما بالله. صح؟ كنا لحم. ايه انا ذوقها كنا لحم. لحم. بدر ذوق. انا شفت تراني وجبه واحده يوميه واحد، لكن عشان مقطعك عشان مقطعي والله حلو. والله صح؟ اي والله حلو. طيب دوك، لا ما, ما 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 تاكل نعامي؟ لا باكل نعامي والله، اكل ابوها. طيب دوك وش ذي؟ مرقة نعام. لا تخاف، حلو حلو والله، حلو والله، حلو والله. دوك حلو حلو والله. اي حلو. لا والله حلو صح؟ اي الملح موزون؟ موزون. جايكم اسمع، جيب لنا هون السدر، رجع لكم سدر هنا. ايه في زبادي؟ في زبادي يا عمري. جيب لك مع الفخذ بعد يا عمري. يلا طب لا ما يدرون، والله ما يدرون والله. السلام عليكم روب. والله بط شوي بس، دق جمه بس، جمه ريحه لحم. طيب هو لحم صدق بطل؟ ايوه طيب والله، صدق والله طيب. لا ممتاز صدق؟ لا لا ايش تعطيني كرت؟ يا ولد غريب، لحم نعام
والله ذايقه بس ما ادري وين. تفضل اشرب خلنا نشوف جد. والله اني ذايقه بس ادري لحظات. اي طبعا عكرت الاصبع. يحط طبخة الحار والله حلو والله البهارات زايده الصراحه يعني اي واحد فيه كوليسترول بيموت قسم بالله يعني البهارات كثير مره البهارات ما لها دخل في الكوليسترول. اي صح. طيب يعني قيمه اصفر انا قيم 8 8 ايه؟ اصفر اهم شيء بس بتجيب لنا كم بس مره بلال فيها كل فيها ابشر 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 يلا الكوب بس الله يعافيك ما بقى جازلك تجي اكل شوي 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 بنطق والله بابي طقوني يا عيال يا بوكس انت بسم الله الريحة بسم الله نفتح يا سلام يا سلام يا سلام الشكل حلو على جنب حلو حلو ناخذ هنا ما في عظم طيب داخل يعني يكونها كذا بنفسها ها؟ لا الكيشير ما يصنع مش لازم الكيشير طيب يا جماعة أول شيء بسمي بالله وبذوق أنا أول واحد عشان أتأكد من صحة سلامة الهيئة هذه العقبة فكيت الجلد حقها وهذه اللحمة قدامكم شوفون بسم الله الحمد لله والله حلو ما احب اكله ما احب بس ليك ليته بس مين اكل؟ مين اكل؟ مين اكل بس ابي 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 في شوية في شوية تونة شكل ما هي بس في سفرة السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام انا بدوقك تعال تعال انت تعال ريان بعده بس بري بديك 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 تتوقع نوع اللحم نوده شوف عندك خلطه محاوله شوف فيها كلحم والله اي والله لذيذ ابو سعد اخ مره هي هذا طلب من برا هذا ما تاخذ من هنا تطلب من برا طيب دقيقه دقيقه قسم بالله اني تعبت عشان اجيبه والله ما حبيت ليش غمض عيني لا تغمض عيني ليش ابوت تتوقع لحم بس ما بعرف من شكله لا تعرف يود ايش طابخ ذا؟ شكله طابخ عندك ثلاث محاولات اوكي جبتها من اول مره لك 2 ريال حلو ثاني مره 1000 ريال ثالث مره مالك شيء انتاج بس انه حلال يعني اي والله حلال ايش في امك اكل لذيذ طيب استوى مع رز ولا بدون رز في البدايه؟ اللي تبي لا بدون ذوق اللحم الحالي ذوق اللحم الحالي تمام؟ طيب تبغاه مع شحيمه ولا بدون شحيمه؟ اي اللي تبي يلا بحط لك شحيمه ها؟ يلا شحيمه خفيفه ايه شحيمه هي اللي بتبين لي وش شحيمه خفيفه بس لا تخاف ترى والله شحمه عاديه ها ترى برز ولا بدون لا تخاف ليش تقول لا تخاف لان العيال في البدايه يحسبون شيء انا ماني قاعد اطقطق اكل والله العظيم اكل سم بالله سم بالله سم سم انظر وجرب شنو ذا؟ توقع حاول توقع توقع انت ايش معطيني؟ توقع هذا لحم؟ اي والله لحم لذيذ والله انه لذيذ صدق؟ لا مو مره طيب يعني اعطيه 8 اوكي حط شيء ثاني اكله أوكي. اتوقع الحل هذا بحط لك اياه بدون ذا انا اقول انه غزال خذ هذه مني غزال غزال طيب بعطيك اياه بدون الشحم ها تمام بحط لك مع رز زيت شويه ها بسم الله لو هذا يختلف ها حاول هذا وش هو حاول تجيبه غزال صح علي لا مو غزال لا يعني راحت عليه 2000 باقي لك اخر محاوله بطه قربت اصدق بالله والله يعني شوي يعني اخت البطة اي من ذوي الطيب شيء يمشي على الارض يعني اخو اختها ايوه والله انها استغفر الله ها نعامة خذ هذا صح عليك اصدق بالله اوكي افتح يا ولد اخذ نعامة شنو هذا؟ طب لا 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 أبوكم الطيور تمام؟ وحط لك فيها رز خفيف عشان تتوقع وش هي انظر لا تخاف يا ولد
زحمة قوية. ايه قاسية كبير. جاي بنت تمزح ولا ليش؟ لا حيوان كبير. كبير؟ ايه. طيب خمن. اعطي بحدة ثانية جرب لحمة. ايه تكفى دا... قازت لك صح؟ لحمة حلوة سم بالله. الحالة لحمة امضغ هذه فيها جلد خفيف. كيف؟ بس كيف اللحمة تحسها تصلح انها تنطبخ مطاعم ولا؟ لا والله. صح؟ لا ما تصلح. احمد. يا خلينا غريبة. طيب اطلع اطلع اطلع. جهز لي موية تكفى. ابشر ابشر. بس قول لي وش تتوقع؟ اخمن؟ خمن. عندك المحاولة الأولى؟ طيور؟ طيور، لا مو بشرط طيور، شوف هو ما يطير أحيانا، بس عنده ريش. وش هذه؟ عنده ريش. عنده ريش؟ إيه. لا تقول لي بط. لا، أكبر من البط. أكبر من البط؟ رقبته طويلة. رقبته طويلة؟ إيه. طيب وش حمامة؟ فوق، آخر محاولة. نعامة؟ صح، ارتاح. البط. أنزلك زيد أم أبوك! يا ابن الذين! زيد أم أبوك! الله يوفقك الله يوفقك خلاص سوي اوه شو استمر توكلها سلام ربوك تذكى أنا لا تتكلم لا تتفهم بسم الله بدخل يا الباقي بسم الله غمض بالكمامة بالله لا تشوف والله أشوف ملعقة ثانية ملعقة جديدة هذه ملعقة جديدة بغسل يدي بس وين مغسل هذاني قدامك سم بالله غطي عينك عندك ثلاث محاولات ممتاز ما تشوف صح ما أشوف طيب تبغى في البداية مع لحم ولا بدون لحم رز ولا قصدي بدون رز لا برز برز لا بدون رز بدون رز إيه تمام اصبر تبغى مع شحيمة خفيفة بس لا لا بدون شحيمة بدون شحيمة إيه خلاص بس ترى اللحمة شوي يعني كويسة افتح امك بسم الله بسم الله ايش رايك اول شيء اعطني الطعم في حاجه حطيت لي اللي حطيت لك شويه شحيمه خفيفه زي القرطوط احاول اعرف ولا اعطي رايي اعطي اول شيء اعطي رايي طيب رايي احس انه ناقصه ملح ناقصه ملح ايه. صدقين يعني حليو اي بس ناقصه ملح حلو حاشي والله انه يعني مو بعيد ها مو بعيد في منطقه الحاشي مو بخروف اكيد 100% ما بتسوي مقطع عن خروف مو بحاشي مو بحاشي طيب لحمة ثانية تجرب ولا تحسك تبيت؟ لا لا ابغاها مع رز بس ابغاها مع رز ها؟ افتح فمك واو كيف واو؟ جازت لك؟ اي والله طيب تتوقع؟ زرافة فيل ها بقى لك محاولة استا ما ادري فقدت الامل عادي فقدت الامل؟ يلا افتح ضبي ده اسالك بالله في بسنها والله انه عادي لا عادي من زمان ابغى اجربه والله والله صدمت اقسم بالله ما توقعتها الوحيد والله عادي من زمان ابغى اجربه بس هناك صح ها اي والله تحس ان في طعم اكل اي لحم عادي بتجرب اي والله بجرب عادي ترى انا جاهز صدق ها والله صدمتني يا ولد ذوق يا ابن الذين عشان تتقرب والله طلعت جيد عادي اي سامك ابغى احنا نعرف امريكا بكره صنادق والله العظيم يا صدمني اقسم بالله دحوم والله عادي انا بجربه وانصح خليك طبيعي يا خلاص بجيب لك قلت جرب على واحد طيب كات قسمتني ليه؟ انا ما قلت من كذا ها انا حسب نعامه صادق والله قسم بالله يا بط والله انا حسب نعامه ترى غير حسب نعامه اي داري بدري حسب نعامه حلو هذه حطها في المونتاج رامي ايش كات؟ حطها في المونتاج انا قاعد اكذب قاعد اقول نعامه نعامه عشان ابغاهم يصدقون ها بس نعامه تبي الصدق؟ وش نعامه؟ فايروس ابيك يا بعد روحي ابيك تذوق طبختي طبختك انت ولا صغير؟ طبختي انا اوكي البس كمامه؟ هي ليش فيها كمامة طيب؟ لأنها تحدي من ثلاث محاولات إذا جبتها من أول مرة لك 2000 أسألكم بالله على أحد يشوف عندكم ثلاث محاولات تمام؟ اللي تجيبها قبل بعطيك طيب تبون مع الرز في البداية ولا بدون رز؟ بدون أول شيء أول شيء بدون رز؟ شو الريحة؟ ريحة الرز وش وش؟ طيب هي نوع من أنواع اللحوم تمام؟ اللحمة هذه نوع لحم إيش؟ تكفى أيوة نوع من أنواع اللحوم لكنه من برا طالبة أنا وتحديدا تحديدا من أفريقيا لحمته طيبة الصراحة، أنا أبدأ أول شيء بصهيب. صهيب وش بكل ذا؟ لا لا. سم بالله، ذوق. توقع الحين بأكل ذا. فيروس. أحمد وش بتأكلنا؟ لحمة. أكل أكل حلو أكل حلال؟ إيه حلال حلال حلو والله تعال. والله ريحة غريبة يا أخي، كنا ريحة بسبوسة ما أدري. افتح. سم بالله، قفل. أحسنت يا فيروس. يلا توقعوا. ايش رايك فايروس؟ شو وجهك كنا بوقف تعبير؟ تراك لكن حلوه يا اخي. عاد افتح. لا لا مو عادي، توقعوا. يبغى ترى جاوبت من اول مره لك 2000. فايروس؟ هذه لحمه كامل لحالها. توقعها. دف 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 كامل. توقع يا فايروس. والله كثير. بس ما ادري ايش ذا. ايش قاسي مره؟
الباب. اي لان اللحم ما استوى زين، ما عرفت ايش. نفتح؟ تبون تفتحون؟ اه ابي افتح. ها افتح. ايش فيك؟ ابي طعم خايس مره. فك فك تمضغ تمضغ تمضغ. طيب تبون. ايش فيك؟ امسحنا وليد. طب عادي ما مو بموت. طيب طب المحاولة الثانية. عادي امك. ثلاث محاولات حكيت. والله مو عليك. والله حكيت انا اللي قلت الحيوان ايش؟ اللي بكيني مع الجلد حقه ليش؟ ظهره. وما الجلد ينك. طيب تعال شوف شكله. جيب شكله. دواء. انا شوي انا عندي كلام وكلام مهم. ركز معي. عينك بعيني وعينك بعين المشاهد. وانت جايبني ساحبني قلت لي معك ثلاث محاولات. المحاولة الاولى والثانيه والثالثه 2000 2500 1000 صح. صح صح. انا رميت كلمه لان شفت في شيء زي الحياية. هاي الجلد الحي. حلو. انت حكيت ضب على طول. انا حكيت بعدك ضب. هل انا قلت لك انا جاوبت؟ ايش دخلني انا؟ ايش دخل اهلي؟ انت استسلمت. انا ما استسلمت. طيب الاجابه اللي ما تحسب قلت مساح. عطني مصاري يا عيال. صهيب قال ضب بعد انا ما قلت. تشوفونا لحق. اه والله لحق. اكتبوا تحت الكومنتات وامانه اذا ما لحق. اه والله والله سحبتك بالكلام. بس انا جاوبت الاجابه. حد قال لك تجاوب؟ قول لي سحب صهيب. كان قلت لك سحب. اقسم بالله يا اخي روح وصل مين كم صار. زياد تعال. تحدي يا زياد. والله العظيم يا زياد اذا جبت انت بالذات المحاوله الاولى لك 2000 ريال اسالك اسهم من بالله يا زياد اللي حاول لك في المقطع. اي احمد يضر؟ لا والله والله اسالك بالله. اي والله. وش ذا؟ جمهور يا عيال. لا حد يفتح فمه بكلمه. علمتكم. تبغاها مع رز؟ اي اكيد. تبغاها طيب مع شحيمه خفيفه ولا بدون؟ مع شحيمه. شحيمه خفيفه ها؟ عشان اختيارك. ممتاز. طيب شحيمه صغيره والله ترى يعني مو بعيد. يلا بحط لك قمه صغيره عشان يديك تذوب لها. افتح بسم الله من اول محاوله ها؟ افتح ما عليك. ايش تتوقع؟ اللحم. ابغى اللحم. زياد احسك بتجيبه وعادي عندك. يمديك والله يمديك والله لو تجيبه لحول لك 2000 ريال. ايش ذا لحم غريب. اي توقع يلا. او بحب الستيك. صايب اتغشى. لا لا والله لا اخصم ترى على طول. اذا استسلمت تقدر تفتح عينك وتشوف. بط. قربت. والله؟ لا. يا اخي هذا من الدجاج. من الدجاج. من الدجاج. حلو. مو لحم. مبدئيا صح عليك. مو لحم. اي هو يبيض ما يولد. طيب ليه قاسي مره؟ قاسي ان انا ما استوى مني صح. صدق والله؟ اي والله اني ما عرفت اطبخه زين. طيب مو بدجاج؟ ايه. ولا قمري؟ قمري وشو ذا؟ قميري. قميري. ايه. ولا بط؟ إيه؟ ولا ذا؟ وش بقى؟ وش بقى احمد؟ يا اخي بلعها خليه اعطيه واحد ثاني. اعطيك واحد ثاني عشان اعطيك لحمه لحالها عشان تعرف اذا بدون شحم. تمام؟ لحم بدون شحم. فيها رزيزه خفيفه عشان النكهه. والله عاديه. لا 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 والله ما اطلعها من طماطم. والله ما انا ما اكل شيء. طيب شو اسمت؟ ايه افتح. مو بط؟ لا مو بط. ضب. الله يا شيخ اصحك بالله. والله ضب. والله انه حلو. صح؟ والله العظيم كليته؟ اي انا كليته. بس كل قدام والله تحكته. والله انه حلو يا عيال. بس انه يعني مره والله انه حلو. هي والله انه حلو. طيب فارس ركز معي. تحدي سويته العيال كلهم. انا جايب نوع من انواع اللحم وطابخه. تمام؟ عندك ثلاث محاولات. جبت من المره الاولى لك 2000 ريال. ابى اخليك تجرب لما تقول لي وقف. بس على كل حيوان بتقوله بقول لك غلط. حلو. واضح؟ كم حيوان جايبت؟ واحد. والله واحد. اي وترى حلال وينأكل وكويس. بس اللهم اني انا متعني فيه. باقي عندي ملعقه واحده ارضيها فبحطها بيدكم. طب اكل حمير؟ وش حمير؟ لا والله اكل حلال. قصد يعني ورب الكعبه. ايش فيك انت صاحي؟ والله صح يجوز اكل حمار. اي انا عارف انه يجوز اكل حمار. لا لا اصبر. حمار وحشي مو لحمه. طيب تبون لحمه يا عيال ولا لحم الحاله ولا لحم مع رز؟ تحدي على اللحم ترى. لا لحمه لحمه الحاله. لحمه الحاله. سم بالله. السلام ابراهيم. بعطيك بيدك الملعقه الاخيره. ما ادري. اسمع عطني رز اول شيء ابى اذوق الرز. يا ابن الحلال. فارس شوف كيف حسك بتجيبه. فارس من اول مره. اقسم بالله العظيم. ايه كنا لحم بعيد بس على لده اكثر. حلوه حلوه. لحم بعيد قربت فارس. صح عليك حبيبي. احسنت يا فارس.
بس مستحيل تطبخ بعير. اي بعير وين حاشي؟ مستحيل قديم يعني شيء واضح شيء سام مستحيل تسوي مقتدى لازم شيء غريب. يدك اعطني يدك انت. بسم الله الكريم نستعين. يلا بسم الله. فيها لحم ولا إيه فيها لحم ورزيل عشان تقول تبي. ها فارس فارس بعطيك شو هو هذا قاعد عيش عموما احمد. طب شو هو شيء مقزز؟ لا يا اخي هناك حتى يمكن حمار انت حتى يمكنك كريته وانت ما تدري ترى من كثر ما هو معروف يعني معروف عندنا اكله وبرا. انا جاي بس الحيوان خلوه خطير. ايوه يتوقع الحيوان. طب اعطيه ثاني اعطيه احتاج ثاني مع رز لك الطعم مع رز. ها جاهز لك. على قال انا عارف فارس يجوز بحط لك شحيمه خفيفه يا فارس. اي تم 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 شحيمه خفيفه تم. اذا في بعد اي شيء كذا اضافه حط في بليفل بس حار عليك. بسم الله افتح بسم الله روح دوس دوس يا وحش دوس اقسم بالله انك رجع من لذاته والله العظيم مستعد امسح لك الصحن. يا عمري يا ولد والله العظيم احمد دوشوا هذه طابخه ليش جاهز لك والله حلو. اوف بس اسمع والله حلو بس انه مو زي لحم الغنم. إيه؟ لا اكيد اكيد يعني أقل. هذا نوع من انواع الحيوانات كنا بعيد كنا بعيد اقارب البعيد اقارب الحال. احسنت انا 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 اتفق معك حتى ركان كان يقولنا بعيد صح ركان. ما هو لا ما هو بعيد حوله حوله قمري صح. طب اسمع اوكي قمري انت. اي قمريه ايش قمريه. اوكي انت قمري 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 تمام. اعرف اعرف طعم القمري. اي قمري يا رجال. بس اسمع احمد هو سريع هو يركض بسرعه هو يركض يوش مستحيل يركض بسرعه. ليه؟ لان لحمته يابسه. صح لحمته يابسه. تحليل والله يا عيال. اسمع اسمع الحين ثياب مستحيل مستحيل انه عمره مو صغير فهمت. عمره مو صغير. ايوه صح تحليل صح ناشفه تعصى عليك حيوانات ناشفه. توقع حيوانات شباب يلا قمري ولا شو اسمه حجل. نعامة انا اقول نعامة. لا قمري يعني يقول نعامة. انا نعامة وانت لا لا قمري برا. قمري ولا حجل. قمري ولا حجر. حجل حجل وش حجر حجر. طيب يلا فكوا عينكم. ضب هلا على ابليس ضب. واحسنت يا فارس كان قريب من الحاش فاز اجابتك البطيء مو سريع الضب ما اسرع. فارس كدريته ها كدريته قبل. ايه عادي عندك صح. ايه عادي قسم بالله باليمين تفضل انت دفن بالله. والله يا فارس انك رجال قسم بالله. يا جماعه الضب عند بعض الناس ياكلونه طبيعي وعادي زي الانسان هذا الغريب قاعد يكون رقمه الان فالامور عادي لكن في ناس زي هذول اللي هنا مهولين والله برنكس الحمد لله. لا عادي ضب والله انا وشوش العادي تكفى. يا فارس ايش هذا والله فارس مكيف ما ينكل ورب هذا ما ينكل غشطه. تعالوا يا عيال ايش فيكم. انا احمد 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 تكفى مطبوخ. اسمعوا يا جماعه هذه سلسله كل مره بنجيب لحم جديد ونوع جديد ممكن اجيب فيل ممكن اجيب حمار وحشي. الحمار وحشي حلال واكتب حكم اكل حمار وحشي مو من نوع الحمير وحمار وحشي. فدعمك بالاشتراك وباللايك عزيز المشاهد هو اللي بيفرق. اذا تحت اكتب لي نوع الحيوان اكتب لي. طبعا في ناس ما بغوا يجون عرفوا في زي بدر بدر عرف شنو الحيوان وما جاء محسوب عليه وفي ناس مو موجودين. اتمنى استمتعتوا شكر كثير للشخص اللي دبر لي اياه. طبعا احنا ما صدنا زي ما ذكرت لكم احنا شريناه وكلينا اللهم لك الحمد نعمه وما بترمي والشباب ياكلون. لا تنسوا الاشتراك يا جماعه الخير ما بقى لنا شيء على 6 مليون ونص.